أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس غالبا صافي 23 درجة مئوية، الملموسة 22، الرطوبة 48%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة الأشرة. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 27 إلى 14، مفرق 31 إلى 17، جرش 29 إلى 15، أما عجلون 25 إلى 14. أما المنطقة الوسطى عمان، الحرارة تلامس 30 درجة مئوية، الزرقاء 31، البلقاء 29 إلى 16، مأدبة 30 إلى 15، أما البحر الميت طقس حار 36 إلى 20. أما المنطقة الجنوبية، الكرك 29 إلى 16، الطفيلة 27 إلى 15، الشوبك 26 إلى 15، معان 31 إلى 18، العقبة 36 إلى 22. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشد والصفاوي 33 إلى 18 كلاهما، الأزرق 34 إلى 19. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.